حماصه مالك فيها الصبح؟ انا عايز اقدم استقالتي يا مدير. يا دوم الاسطوانه المشروخه بتاعك كل يوم بقى هو كده؟ يعني انت بتقول على استقالتي اسطوانه مشروخه؟ على فكره انا 100 شركه تتمنى استقالتي. عرفنا والله ان انت 100 شركه تتمنى استقالتك يا حماص. قول لي بقى يا عم، حصل ايه بقى على الصبح عشان تطلب استقالتك زي كل يوم؟ مفيش احترام لمكانه الاجتماعيه في الشركه، وانا لو سكت عشان خاطرك بس يا مدير. لا اله الا الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. ده هو انت بتحاسبن في وش يا مدير؟ يا ابني حرام عليك، وانا حاسبنت ولا جيت جنبك؟ يا ابني ارحمنا، انا عندي الضغط والسكر. قول لي يا عم حماصه حصل ايه؟ اسمع يا مدير، هم قالوا هنلم وهنجيب فطار، حلو كده؟ هم مين يا ابني؟ ما تتعبنيش حرام عليك. زمايلي في الشركة. حلو. قالوا لي هتاكل ابو الحمامس؟ قلت لهم 2 طعمية وواحد بطاطس وواحد فوق. قلت لهم عايز الفول بلدي والبطاطس والطعمية شامي. جميل. لا وكمان الرجل اللي بيجيبه منه بيدي مخلل مع السندوتش. تمام، فين المشكلة بقى يا عم حماصة؟ اولا يا مدير جابوا لي الفول شامي مش بلدي، والفول الشامي ده بيطرطش يا مدير. هو في فول بيطرطش يا حماصة؟ ماشي يا عم، طب قول لي بيطرطش ازاي؟ اللي هو اللي بتيجي تاكله من فوق يبص عليك من تحت. هو بقى كده؟ لا وكمان ما جابوليش مخلل مع السندوتشات يا مدير، وزعوا المخلل على بعضهم وقال ايه المخلل اللي حساب لوحده. وبعدين الشارع اللي وراه. يعني انت حماصة واجع قلب وجاي تقدم استقالتك عشان جابولك الفول شامي وما جابولك ترشي مخلل يا مدير؟ مش ترشي كمان؟ لا والله ما عندهم دم يا حماصة. على فكرة ده مش اول مرة يعملوا. وايه طلباتك يا حماصة؟ قول لي ايه اللي يرضيك. يا يجيبولي الاوردة زي ما انا عاوز، يا اما انا اللي مسؤول عن السندوتشات يا مدير. ماشي يا سيدي، وانا يا سيدي عينتك مسؤول السندوتشات في الشركة. شكرا على سكتك يا مدير. يلا بقى ابو الحمامس سيبك منهم وروح هات لنا انا وانت فطار. انت تؤمر يا مدير، اجيب لك ايه برنس اللالي؟ هات لي يا عم 2 فول و2 طعميه، الفول بلدي والطعميه شامي. عينيا يا مدير. بكام بقى حساب السندوتشات دي؟ ادي 4 سندوتشات، السندوتش في 15 يبقى 4 في 15 ب 60 بس يا مدير. 60 جنيه بس يا ابني؟ سندوتش اللي انت بتقول عليه ب 15 جنيه. الا وانت ما تعرفش ان الاسعار علت في البلد، ولا انت ما تعيش معانا في البلد دي؟ هو الدولار كان بكام والوقت بقى بكام؟ اقول لك ايه، ما انت ليك حق، ما انت قاعد هنا في التكييف ومش داري بحاجه. هو انت مفكر الكام لحلوح اللي انت بتديهم لنا دول بيعملوا حاجه؟ ده اللي يا دوب بيكفوا الاكل والشرب والمواصلات يا مدير. خلاص خلاص، الله يخرب بيت عقلك، روح هات السندوتشات. روح. عايز ترش معاهم؟ مش انت لسه قايل لي يا ابني ان هو بيجيب مخلل مع السندوتشات؟ لا وانا ما قلتلكش المخلل بحساب لوحده. صباح الفل يا مدير، قالوا لي انك عاوزني. اقعد يا حماصه. خير يا مدير، في حاجه ولا ايه؟ عايزك تعمل لي اعلان. صح يا حماصه. اعلان عن ايه بالظبط؟ عايز ازود عدد الموظفين في الشركه. طب ليه كده بس يا مدير؟ هو احنا قصرنا معاك في حاجه؟ لا سمح الله. لا يا سيدي مفيش حاجه، بس انا عايز موظفين جديده مواصفات معينه. قول يا باشا وانا اكتب وراك. اكتب. مطلوب شاب للعمل. مطلوب شاب للعمل. يعمل 25 ساعه في اليوم. نعم يا باشا. اكتب زي ما بقول لك. يلا وانا مالي، يعمل 25 ساعه في اليوم. وضيف كمان 15 سنة خبرة. مش كتير يا مدير. يا ابني افهم، كل ما يكون خبرة أكتر كل ما المرتب يزيد أكتر. ماشي، لو كان على كده ماشي. واكتب عايزه يبقى خريج لغات. بس كده؟ عينيا. يتحدث 7 لغات وأيضا يجيد التحدث مع النمل بطلاقة. الله ينور عليك يا حماصة. أيوه كده، أنت اللي فاهم دماغي. حبيبي يا باشا أنت تؤمر. عايز تضيف ايه كمان يا ريس؟ عايز مستوى التعليم يبقى عالي اوي. بس كده يا سيدي؟ ده انت تؤمر من عنا الاتنين. حاصل على الدكتوراه من جامعة اكسربورت. اكتب ايه كمان يا ريس؟
بص بقى يا حماصة، أهم حاجة في الموضوع ده أنا عاوز أبقى واد شبح كده، واد مخلص من الآخر. شبح ومخلص. آه شوف أنت بقى تكتبها إزاي، عايزك تفنن في الموضوع ده. سهلة سهلة مدير. سبق له المشاركة في الحرب العالمية الأولى، وأيضا يكون سدد هدف في الدقيقة 90 في نهائي كأس العالم، ساهم في بناء الهرم الأكبر. حلو أوي الكلام ده. طب إيه رأيك يا مدير أجيبه لك رجليه الاتنين يمين؟ ولا هو ينفع؟ باشا امال ايه، انت عايز مواصفات معينه ليك يبقى كله تمام. طب اسمع يا سيدي، هتهولي رجلين الاتنين يمين وايديه الاتنين شمال. واخيرا وليس اخرا، كم بقى المرتب يا مدير؟ 2600 جنيه. مش كتير يا باشا. اهم حاجه عند الانتاجيه، الانتاجيه بياكل لانشون مش طعميه، ويا ريت كمان لو معاه الشحن دي. وشك في الحتوه فجليه. عندها ايه الزفت اللي اسمه حماصة؟ استبعنا واستبع الملك لله، خير عننا بعدت لله. احب اقول لك ان استقالتك ما توافقش عليها، وعيب عليك لما تبقى ابن الشركة وتعمل كده في امك. ويعني هي معقولة ان في ام تعمل كده في عيالها؟ لازم حماسة كلنا نستحمل لحد الظروف الصعبة دي ما تعدي. يا سلام، وانا مين يستحملني؟ ده انا لما بغيب يوم بتغزم مولي بتلاتة، ولو جيت متأخر الصبح نص ساعة بتعملولي نص يوم، ولو روحت بدري ساعة بتعملولي نص يوم، وبعد ده كله لا في حوافز ولا في مكافآت، وفي الاخر الواحد مستحمل وبيقول اين ويتسني تزيء. لكن كده كتير يا مدير. جاي تقول الكلام ده بعد 6 سنين يا حماسة، بعد ما بقى لحم اكتفك من الشركة؟ يا عم تنيل، هو انا بقى فيها اكتف اصلا؟ ده انا بقيت شبع عقلة الاصبع، ده انا كل يوم بستلف فلوس عشان اجي الشغل. يا ابن حرام عليك، الشغل مش مجرد فلوس وبس، ده الكرير بتاعك ووضعك الاجتماعي في وسط المنطقة. وده يطلع ايه كرير ده ان شاء الله؟ على كده ما اروح اشتري حاجة اقول له خد كرير؟ قال كرير قال، ده انا اكررها. خلصت الكلام يا حماصة، انت هتستحملنا اليومين دول لحد ما نجيب موظفين جديد. وماله يا مدير، بس 10,000 جنيه ما ينقصوش مليان. 10,000؟ ده بتاعي دول يا حماصة. السيرة للجديد بتاعي. السيرة لي؟ وتزميني جديد ازا السيرة لي؟ يعني بلغتنا المرتب الأبيج حلتها، فهمت ولا قررها لك يا بتاع القرار انت؟ بقى انت عاوز صبر 10,000 جنيه؟ ده انا يعني مدير الشركة ما باخدش الا 6,000 جنيه. لا لا كتير عليك بصراحة. هو انت قاعد على الكرسي ده لازمتك ايه في الشركة اصلا؟ انت قاعد كده عمال تؤمر وعمال تتعامل وعمال تتفخر ولا ليك اي لازمة؟ ده كتير عليك يا عم، 6,000 جنيه. بتقول ايه؟ انت عايل قليل الادب، احترم نفسك بدل ما هو معرفك مهامة. انت بتكلم الجنرال مانجج. بلا جنرال مانجج مرحبا بجاي. يا حماصة يا ابني انت زي ابني بالظبط. هو في حد برضه بيعمل في ابنه اللي انت بتعمله فيه ده يا راجل يا مفتري؟ يا ابني لازم تفهم ان احنا بنمر بأزمة اقتصادية. ظروف اقتصادية وبعدين تقوم تنشفها عليا؟ يعني يرضيك اروح اقبض من يومين الاقيهم بيدوني 500 جنيه؟ ده انا سالف لحد دلوقتي من امي 2500 جنيه، وعليا العم سلامة البقال 1500 جنيه. ما انت كنت بتغيب كتير برضه يا حماصة. مش بايدي والله العظيم، ما هو بايدي. انا ببقى ماشي من هنا عامل في حساب على غطة، اول ما بوصل بتتغير الغطة. وانا يعني ايه ذنبي؟ ما احنا لازم نشيل بعض برضه يا مدير. وعلى رأي المثل كان الله في عون العبد، ما دام العبد في عون اخيه. وبعدين هو انا موريش للشغل وانت ولا ايه؟ مش عندي بيت والتزامات وزوجة واولاد وام وامات واب وبنات اصحاب وصعبات وبلاي ستيشن وسهرات. يعني ان شاء الله حضرتك عايز تصرمح واحنا نعطل؟ حاشا لله مدير، مين يقدر يقول كده بس؟ وبعدين ما انا باجي تاني يوم بخلص اللي ورايا كله، مش لازم اجي كل يوم يعني. مش انتوا اهم حاجه عنده الشغل يخلص اللي انا بعمله؟ ما خلاص بخلصه لكم. وبعدين هو انا ما وريش غيركم ولا ايه؟ انا ورايا ناس كتير واشغال كتير. يعني نفهم من كلامك يا حماصه ان انت عايز تيجي يوم وتغيب يوم؟ لا يا عم، غيب يومين واجي يوم. لا بقى ده كده كتير والله، انت بتتدلع ولا ايه نظامك؟ على قد فلوسكو، مش عاجبك ارفدني.
جود بس يا حماصه، كلام اخد وعطا. لا انا زعلان. خلاص يا عم ما تزعلش، حقك عليا. لا والله العظيم لا ولا امي. صباح الفل يا مدير. امورنا يا باشا، سمعت ان انت عاوزني. جاي متاخر. لا يا عصفور، انا طالبك من بدري، كنت فين؟ معلش يا مدير، كانت المدام بتاعتك طالبه شويه حاجات كده وكنت بجيبها من السوق. جبت لها الطلبات كلها يا عصفور؟ طبعا يا مدير، جبت لها كل حاجه واديتها الشقه هناك. انت عارف يا عصفور ان انا طلبت من كل واحد في الشركه دي يعمل زي ما انت بتعمل كده، الكل رفض الا انت، وعشان كده بحبك يا عصفور، وطول ما انت معايا هرقيك واخليك اعلى واعلى. اهم حاجه عندي رضاك عني يا مدير. هسالك سؤال ويا ريت تجاوبني بصراحه يا عصفور. خير يا مدير، انا تحت امرك، اتفضل اسالني. مين اكتر موظف في الشركه يا عصفور بيجي متاخر وما بيشوفش شغله وكسلات؟ بصراحه يا مدير كلهم زي الزفت وما بيشوفوش شغلهم، بس اكتر واحد فيهم وعامل مشاكل الواد حماصة. انا كنت عارف ومتأكد ان انت هتقول حماصة. بس ليه السؤال ده يا مدير؟ صديق ليا طلب مني خدمة ان انا اوظف ابنه هنا في الشركة، فالعدد كامل، فانا لازم امشي واحد عشان اجيبه يشتغل معانا. فهمت انا كده يا مدير. خلاص يا عصفور، روح انت وابعت لحماصة. خلاص يا باشا، هتمشي. بصراحة انا محتار يا عصفور، امشيه ولا امشيك انت؟ لا 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 يا مدير، حماصة طبعا، ازاي انا تقدر تستنى عني برضه يا مدير. طب خلاص يا عصفور، روح انت بقى، امشي وابعت لي حماصه. تحت امرك يا مدير، ثواني وتلاقي حماصه قدام منك. يا عصفور الكلب، لازم يجي لك يوم وتمشي من الشركه. اكتر حاجه بكرهها في حياتي شغل العصافير. عصفور ده عيل وسخ وسخ صحيح. يا ابني الايه، لازم يتعامل فيك زي ما بتعمل في الناس. صباح الفل يا مدير. صباح الفل يا حماصه، عامل ايه؟ زي الفل يا مدير، في نعمه والله، طول ما انا شايفك بخير انا بخير. بص يا حماصه، انت عارف انا جايبك هنا ليه دلوقتي؟ لا لا والله ما اعرف يا مدير، ان العصفور قال لي روح للمدير، جيت لك جاري. اجيبها له ازاي دي؟ المشكله ان الواد دلوقتي ما عملش اي حاجه ومن اكفأ الموظفين هنا، وبيشتغل ما بيقولش لا. طب اعمل معاه ايه ولا اجيبها له ازاي؟ الله يخرب بيتك يا عصفور الكلب، جايبني افصل واحد اكفأ واحد في الشركه. مدير خير، كنت عاوزني في ايه؟ بص يا حماصه، بصراحه كده. ايوه اسمع يا حماصه، انا جالي معلومات ان انت عامل شغب وعامل مشاكل كتير وشغلك مش مظبوط. انا يا مدير، مين اللي قالك كده؟ ما حصلش. من الاخر يا حماصه، ان المعلومات ديت موثوق منها، وعشان كده احنا استغنينا عنك. وانا اسف جدا ليك يا حماصه، بس ما اقدرش ان انا اخليك معايا في الشركه بالشغب بتاعك وبالاهمال بتاعك. استنى يا مدير، انت بتقول ايه واستغنيت عني؟ ايه شغب؟ انا ما حصلش مني الكلام ده. يعني انت النهارده يا حماصه اخر يوم ليك كده في الشركه؟ لا 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 يا باشا، والله كده حرام، انا ما عملتش حاجه، مين اللي قالك الكلام ده؟ حتى واجهني. خلاص يا حماسه، القرار طلع واهتم فصلك من الشركه، وللاسف يعني استغنينا عنك، فتفضل شوف لك مصلحه تانية. طب معلش، طب ممكن تسيبني بس اكمل الشهر ده؟ لان انا عندي ظروف والله، وكنت محتاج المرتب قوي، فسيبني اكمل الشهر ده. ظروف ايه دي بقى؟ ان شاء الله ظروف خاصه عني. معلش يا باشا. للاسف يا حماسه، تم فصلك عن الشغل، وفي واحد جاي مكانك بكره ان شاء الله. ليه كده يا مدير؟ والله انا بشتغل وما بقصر في حاجه، وبعدين اشمعنى انا يعني اللي اتفصلت؟ ما شفتش حد تاني اللي ما في كتير ما بيشتغلش. اعمل لك ايه يا حماصه؟ اولاد الحرام ما سيبكش في حالك. ايه تعترض؟ لا يا مدير، انا اقدر اعترض برضه، انت امرك هنا ماشي على الكل، حسبي الله ونعم الوكيل. يلا اتفضل انت بقى يا حماصه. يا نهار ابيض، طب اعمل ايه الوقت ولا اروح فين؟ ده انا كنت محتاج فلوس اول يومين دول. بقول لك ايه يا حماصه. نعم يا ست المدير. خد ال 100 جنيه ده وانت ماشي يا حماصه. كتر خيرك يا باشا، انا ما بستناش صدقه من حد. يلا الحمد لله، اللي يجيبه ربنا كويس. يا نهار ابيض، ذنبه ايه الواد ده ان هو يترفق كده؟ ده كان اكفأ واحد في الشركه. الله يخرب بيتك يا عصفور، انت اللي خليتني اعمل كده.